السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يقوم بزيارة تفقدية للمشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية. الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يعلن عن تحديث بروتوكول العزل والحجر الصحي الاحترازي للحالات القائمة والمسافرين. والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن عن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية الدفعة الثالثة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. قام سعادة والمهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية للمشاريع التطويرية والخدمية في المحافظة الجنوبية. وأشار سعادة الوزير إلى أن العمل جار بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية، منوها إلى أنه تمت ترسية مشروع إنشاء ممشى في مدينة زايد بمجمع 718 من أجل تطوير الممشى الواقع بين مدينة زايد وهورة عالي. وأوضح سعادة الوزير أن الممشى يبلغ طوله 800 متر مربع ويضم ممشى ومسار خاص للدراجات الهوائية ومسار لذوي الهمم ومسطحات خضراء إلى جانب عدد من الأجهزة الرياضية وغيرها. قام معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتدشين مركز الاتصال الخاص بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وأوضح معالي بأن مركز الاتصال ينسجم مع الاستراتيجية الشاملة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، حيث يهدف لحل جميع المشاكل والمعوقات التي قد يواجهها عملاء الإدارة، مضيفا بأن المركز سيعمل على دراسة الملاحظات الواردة بكل شفافية، حيث أنه تم تدريب كادر من الموظفين من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية مكثفة التي تؤهلهم لتلقي كافة الاستفسارات والشكاوى والتجاوب معها. في ظل انتشار فيروس كورونا والمتحورات المختلفة، ووفق ما أعلن عنه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، تم تحديث بروتوكول العزل والحجر الصحي الاحترازي، وذلك للحالات القائمة والقادمون من السفر، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 13 من يناير 2022. وأكد الفريق الوطني الطبي على أهمية إجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأية أعراض ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والإقبال على أخذ التطعيم والجرعة المنشطة، وذلك بما يسهم في دعم كافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وحول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة فتحية الإسطيح، أخصائي صحة عامة أول. أهلا بك معنا في التاسعة. يعني بداية، في إطار تحديث بروتوكول العزل والحجر الصحي للحالات القائمة والمسافرين أيضا، ما هي مدة العزل للمتطعمين وغير المتطعمين من تاريخ تأكيد الإصابة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة حق البروتوكول العزل والحجر الصحي للحالات القائمة
يخضع حاملي الشعار الأخضر لعزل لمدة 7 أيام من تاريخ تأكيد الإصابة، ولا يوجد فحص نهاية اليوم السابع. أما لغير حاملي الشعار الأخضر للحالات القائمة فيوجد عزل لمدة 10 أيام من تاريخ تأكيد الإصابة دون الحاجة لإجراء فحص مختبري في اليوم العاشر. أما بالنسبة للقادمين من السفر فلا يخضع حاملي الشعار الأخضر إلى أي حجر احترازي. في المقابل هناك 7 أيام لغير حاملي الشعار الأخضر من تاريخ الوصول. نعم، يعني أستاذة، ما أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضا التدابير الوقائية التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مسبقا؟ ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير، سواء كان بالالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي أو لبس الكمامة أو غسل اليدين بشكل دوري، يسهم في الحماية من الإصابة بفيروس الكورونا أو من أي من متحوراته. كذلك الإقبال على التطعيم وأخذ الجرعة المنشطة وتطعيم الأطفال والالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المعلن عنها يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الجميع. نعم، نتمنى السلامة للجميع. الأستاذة فتحية الصطيح، أخصائي صحة أهوال عامة، شكرا جزيلا لك. 9 مستمرة وفيها بعد قليل إقبال جماهيري بحريني وخليجي على سوق المزارعين البحرينيين في نسخته 9. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية الدفعة الثالثة استمرارا للمرحلة الأولى. لذا على الراغبين في التقدم بطلب التطوع القيام بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين. افتتحت الإدارة العامة للمرور مركز ليزر للفحص الفني للمركبات الخفيفة في مدينة عيسى، ليكون المركز السابع على مستوى مملكة البحرين والخامس للمركبات الخفيفة، والذي يستوعب 150 سيارة في اليوم. ويأتي افتتاح المركز بعد استيفائه للشروط والمعايير الفنية اللازمة وتأهيل العاملين فيه عبر دورات تدريبية تقدمها الإدارة العامة للمرور. ويأتي افتتاح مراكز الفحص الفني في إطار تحول الإدارة العامة للمرور إلى جهة منظمة لأعمال المراكز الفنية، وذلك بهدف الوصول إلى سرعة الإنجاز وتقديم خدمة تتناسب مع معايير الإدارة وبما يحقق تطلعات الجمهور.
قال دكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس اللجنة المنظمة لسوق المزارعين البحرينيين إن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة يشهد إقبالا من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة البحرين من دول الخليج العربي منذ افتتاحه، وأشار إلى أن هذا الإقبال دليل على المكانة التي يكتسبها السوق، حيث أن سوق المزارعين يعد فرصة لعرض إنتاج المزارعين البحرينيين في حاضنة زراعية جذابة وبشكل حضاري يخدم الأهداف الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين. دشنت جمعية المرصد لحقوق الإنسان العدد الثاني من المجلة الحقوقية التي تعنى بنشر الدراسات والمقالات والقضايا الحقوقية والقانونية، وذلك بهدف تنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والوطن العربي. وأكد الدكتور علي الصديقي رئيس هيئة التحرير في مجلة الحقوقية تعد من أوائل المجلات العلمية المتخصصة الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ وثقافة الحقوق والواجبات من خلال فتح الفضاء الواسع للباحثين والمفكرين لنشر أفكارهم التي ترتبط بآخر المستجدات العلمية في مجال المعرفة الحقوقية. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. مشاهدينا، بهذا أكون قد وصلت إلى ختام أخبار التاسعة، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTVN راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.